ثم إن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على كل فرد منا في خاصة نفسه، فقد خلقه الله من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم بعد ذلك من عظام، ثم كسى العظام لحما، ثم أنشأه خلقا آخر بتناميه من الميلاد في الصبا والضعف إلى كمال الأشد والقوة، ثم بعد ذلك يرجع إلى الضعف والشيبة، ثم بعد ذلك إلى الموت، ثم يعود إلى التراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهذه المدة اليسيرة التي يمكثها الإنسان في هذه الدار ليست في الحقيقة قراراً ولا استقراراً ولا راحةً، وإنما هي معبرٌ يمر به الإنسان إلى الدار الآخرة، فعليه أن يتذكر. وغفلته كما ذكرنا غاية الغباء، لأنه يرى نفسه يتطور من حال إلى حال، يرى انشراحاً في صدره في بعض الأحيان وضيقاً في بعض الأحيان، يرى غناً وفقراً، يرى صحةً وسقماً، يرى سفراً وإقامةً، يرى انشغالاً وفراغاً، يرى إقبالاً وإدباراً، يرى توفيقاً وخذلاناً، يرى كثيراً من المرضى الذين يئنون فيما هم فيه من أنواع الأمراض، يرى الموتى وهم ينتقلون إلى الدار الآخرة، منهم من يموت بحوادث السير، ومنهم من يموت بالأمراض، ومنهم من يموت في نومه، ومنهم من يموت فجأة في يقظته، وكل ذلك مصيره إلى الله سبحانه وتعالى. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب، والموت واحد، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، إذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب. للموت محتقر الصغير فعادل عنه، ولا كبر الكبير مهيب. ويرى ما يقع في هذه الدار من حوله من التطورات، يرى هذا النهار عندما ينصدع الفلق في الصباح الباكر، ويرى الشمس تطلع حمراء صافية، ثم بعد ذلك ترتفع وتزداد أشعتها حتى تغطي الكون، ثم بعد ذلك تغرب أيضا حمراء صافية كما طلعت، ثم يأتي الليل يكوره الله على النهار وتستقر فيه الأشياء، ثم ينصدع الفجر ثانية، وهكذا. وليس هذا مستمرا، بل لا بد لذلك من موعد حتمي يقف عنده، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فلا بد أن يستقر ذلك، ولا يمكن أن يبقى هذا العالم في دوران وجريان مستمر، بل له موعد محدد يقف إليه لمستقر لها. وكذلك رؤية الإنسان لتطورات الأمم وما يحصل فيها من الرقي والضعف والتراجع، وما يرى من تطور أحوال الناس، هذا اليوم حاكم وغدا سجين أو رهين أو غارم أو غائب، ويرى كذلك من كان يشغل منصبا ترفع إليه الرؤوس فيه ويشار إليه بالبنان، فإذا هو يبحث عن مكان لا يجد مستقرا ولا يلتفت إليه أحد، يرى أحوال الناس في هذه الحياة الدنيا وسرعة تطورها وسرعة تقلبها، فمن أدرك ذلك عرف أنه منتقل لا محالة، وأن لديه موعدا حتميا ينتظره.